الزملاء والزميلات اللي الآن حضروا، من فضلكم تسجلون أسماءكم من الحضور في الشات. المنسقين اللي حاضرين معنا، من فضلكم تبلغون المرشحين، في البعض منهم مو فاتح الصوت، فتبلغونهم بس يضغطون على الأيقونة جوين أوديو من فضلكم. مفيش أي حاجة خالص. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميع الحاضرين. بنبدأ الآن الدورة التدريبية الثالثة بإذن الله للقطاعات المستهدفة على آلية تنفيذ برنامج رعاية كبار السن وبرنامج مكافحة هشاشة العظام. اليوم نتشرف بحضور الدكتورة ميسون العمود معنا، مديرة برنامج رعاية كبار السن بالوزارة. والدكتورة ميسون ما شاء الله من المشاركين الأساسيين في إعداد الدليل الإرشادي لبرنامج رعاية كبار السن في الرعاية الصحية الأولية، ولها بصمة ما شاء الله في تحديد أدوات الفرز والاكتشاف المبكر.
بداية نبي نعرف البرنامج، برنامج رعاية كبار السن هذا وش؟ هذا هو من إحدى البرامج المستحدثة في الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، ويهدف إلى مساعدة كبار السن للبقاء نشيطين منتجين مستقلين في مجتمعاتهم لأطول فترة ممكنة، وهذا هو ما يعرف بالتشيخ النشط. طيب كيف يتم هذا؟ عن طريق تقديم خدمات صحية شاملة متكاملة ومستمرة ذات جودة عالية. إذا تكلمنا عن الجودة معنى كذا استمرارية للبرنامج، فهذا البرنامج يكون يعني مو برنامج لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ويتوقف، وإنما يكون البرنامج مستمر مثل البرامج الأخرى اللي تقدم في الرعاية الصحية الأولية، سواء برنامج رعاية الأمومة والطفولة الأمراض المزمنة. فهذا هو بداية عن الناس اللي هم كبار السن، هو عن طريق تنفيذ البرنامج، برنامج رعاية كبار السن. هذا البرنامج it is a periodic annual examination for the old people aged 60 years and over. إذن هو سنوياً لازم البرنامج نعمل لهم، يعني أي مسن نعمل له البرنامج لازم سنوياً يتم تنفيذه. في عندنا شقين للبرنامج، في عندنا الـ early detection of the problem associated with aging اللي هي عندنا أربع مشاكل رئيسية: depression, memory loss أو disorder أو risk of fall أو urine incontinence. إذن هذه هي المشاكل اللي حنا نسميها الـ giant problems اللي هي أو المشاكل الأربع العملاقة اللي هي تصاحب مرحلة الشيخوخة. ايضا البرنامج يهدف الى early detection of other health problems مثل vision problems, hearing problem, acute weight loss, multiple medication, breast cancer and colon cancer, osteoporosis والcomplication للchronic disease لو كان عند كبير السن اي مشاكل او امراض مزمنه. طبعا الكبير السن اذا جاء للمركز في الغالب ما حيجي عشان يقول اعملوا لي فحص مبكر، لا هو هيكون جاي لهدف معين مثلا للمركز، فحنا ناخذ يعني نستغل الفرصه هذه بما انه جاي للمركز فنعمل له الفحص. فعندنا السيناريو هذه مثلا للمسز نوره، شي از 61 ييرز اولد كيم تو ذا هيلث كير سنتر اسكينج فور فاكسينيشن بيكوز شي وانت تو جو فور حج. How you will deal with Mrs. Noura? في عندنا الفحص عبارة عن شقين، الشق الأول يتم عن طريق الممرضة والشق الثاني عن طريق الطبيب. إذا نبدأ باللي خاص بالتمريض، أول شيء يأخذون منهم الـ personal data، الايج، الديت اوف بيرث، ناشوناليتي، السكس، يعني كل البيانات الشخصيه. بعدين السوشيال هيستوري، هل الكبير السن هل هو متزوج، ارمل، كم عنده من الابناء، ظروف السكن اللي يسكن فيها، السموكينج ستيتس اذا كان سموكر او سموكر، الكير جيفر ناخذ بيانات عنهم، مين هل هو احد الابناء، احد أحد الأبناء، أخوان، أحد الأقارب، أو ما في أحد يقدم له الرعاية في البيت أو العامل أو العاملة. وبعد كذا نسأل عن الباست ميديكال هيستوري، سيرجيكال هيستوري اند فاميلي هيستوري. تجي النقطة اللي بعدها اللي هي الميديكيشن. الميديكيشن جدا مهمة بالنسبة لكبير السن، ولذلك يمكن أول زيارة يجي للمركز ما يكون معاه الأدوية. ممكن بعض الكبار السن يكون يعرف الأدوية حق الأدوية اللي هو ياخذها فنسجل الأدوية، إذا ما كان يعرفها بنطلب منه في الزيارة اللي بعدها إنه يجيب لنا الأدوية اللي موجودة معه ونسجلها بالسجل.
بعد كذا الخطوة اللي بعدها اللي هي early detection of disorder associated with aging اللي هي قلنا الأربع المشاكل العملاقة. أول مشكلة عندنا اللي هي مشكلة الميموري. فالممرضة علشان تسوي assessment للميموري تعطي البيشنت ثلاث كلمات، تكون كلمات بسيطة لكن بعيدة بالمدلول عن بعض. فمثلاً تقول له كلمة شمس، طاولة، سيارة، وتقول له عيد لي الكلمات، وإذا أعادها تقول له بعد يعني فترة بسيطة أنا بأسألك إنك تعيد لي الثلاث الكلمات هذه علشان يركز وهو يسمع هالكلمات هذه. إذا ما تذكر الكلمات حتى لو كلمة فمعنى كذا إنه فيه عنده مشكلة وهي has to be assessed عن طريق الطبيب. نيجي للمشكلة اللي بعدها اللي هي urine incontinence. فتسأل الممرضة تسأله خلال الفترة اللي فاتت هل كان في مشكلة في التحكم في البول خلال العام الماضي؟ إذا كانت الإجابة بنعم فتسأله تقول له طيب الأسبوع الماضي هل كان في مشكلة؟ معنى كذا إذا كان الإجابة بنعم فهي needs to be assessed عن طريق الطبيب. المشكلة اللي بعدها اللي هي قلنا الدبريشن. الدبريشن تسأل سؤال واحد بس للpatient تقول له do you often feel sad؟ هل تشعر بالحزن دائما؟ إذا كانت الإجابة إذا لازم يتم يعني يستكمل التقييم عن طريق الطبيب. والمشكلة الرابعة اللي هي risk of fall فتسأله الفترة اللي فاتت خلال السنة اللي فاتت هل سقطت مرتين أو أكثر؟ وبعدين تبدأ تاخذ يعني details history بالنسبة عن مشكلة السقوط اللي حصلت له، في أي ضرب حصل السقوط، أي وقت، تبدأ تبحث عن الأسباب، وش كانت الأسباب؟ هل هو مثلاً أدوية يأخذها وهي اللي مسببت له dizziness؟ هل عنده مشكلة في النظر؟ هل المشكلة كانت إنه تعثر في أثاث المنزل؟ المهم علشان حنا نعرف وش الأسباب اللي صاحبت السقوط. إذا حنا سوينا assessment للأربع المشاكل اللي يمر اللي قد يمر فيها أو يعاني منها كبير السن. يجي بعد كذا اللي هي الphysical functional ability evaluation، وهذه المقصود فيها إنه نعمل تقييم للقدرة الوظيفية البدنية كبير السن. فنسأله عن أنشطته اليومية، أنت تروح للمسجد بنفسك، تقوم بأعمال منزلية مثلاً بسيطة في البيت، أنت تروح للسوبر ماركت، تروح للسوق علشان أنت يعني الأعمال اليومية اللي أي شخص ممكن أنه يسويها. إذا كانت الإجابة فيها يعني لا أو أنه متردد أو نبدأ نسأل أسئلة أكثر. إحنا نسأل ونقول له يعني هل أنت تعتني بنفسك بشكل يومي؟ هل أنت عندك القدرة؟ يعني مين اللي أحد يحتاج أحد يساعده على أنه يلبس الحذاء أو أنه يسكر الأزرار؟ هالطريقة هذه نكون إحنا سوينا assessment للphysical function ability. يجي بعد كده اللي هي موضوع nutritional assessment. نشوف ناخذ الوزن، وزن المسن، ونقارنه بالوزن السابق. إذا حصل إنه في عنده فقدان في الوزن بمقدار 5% خلال شهر أو مقدار 10% خلال شهر معنى كده إن عنده إن في مشكلة في التغذية عند المسن هذا. طيب إحنا كيف نحسبها؟ فلنفرض مثلا نقول إن وزنه 60، 5% 3 يعني 3 كيجي. إذا كان فقد 3 كيجي خلال شهر أو 6 كيجي خلال 6 شهور معنى كده إنه في مشكلة في تغذية الكبير السن. لكن لازم نتأكد إنه ما يكون يعني قاصدها، يعني إنه ما يكون يعمل حمية علشان ينزل وزنه. يجي بعد كده اللي هي الهيرينج أند فيجن أسسمنت. من خلال يعني مقابلة كبير السن تقدر الممرضة تحدد إذا كان في عنده مشكلة في السمع أو لا من خلال طرح الأسئلة، هل هو يسمع بشكل جيد أو لا. إذا حست إنه في عنده مشكلة في السمع فهي تروح من الخلف وتقول له 3 أرقام، يعني مثلا 9 2 7 بصوت واطي. إذا كان إنه سمعه معنى كذا ما عنده مشكلة، إذا كان ما سمعه إذا في عنده مشكلة وهي needs to be assessed عن طريق الطبيب. بالنسبة للفيجن فهي تسأل الممرضة، تسأل البيشنت إذا كان في عنده أي مشكلة في القراءة أو عمل الأنشطة اليومية بسبب النظر حتى لو كان يلبس نظارة. إذا كانت الإجابة يس
فنعمل له الفيجوال اكيوتي. لو كانت اقل من 6 اوفر 12 هي هاد تو بي اسيست عن طريق الطبيب ويحتاج احاله. بعد كذا اللي هي الديتيرمن ذا ريسك فاكتور اف ذير از اني ريسك فاكتورز. الريسك فاكتورز عندنا هنا 16 items بالنسبة للريسك فاكتور، اللي هي إذا كان المسن عمره 85 years old، إذا كان في عنده chronic disease، الويت إذا كان الـ BMI more than 30 أو less than 23، hyperlipidemia إذا كان عنده loss of weight، إذا كان فيه إذا كان عنده social depression recently discharged from hospital أو عنده grieving due to recent death of close relative or friends، إذا كان bedridden، إذا كان taking more than 5 drugs، أو فيه elderly abuse أو physical disability، deafness, blindness, delirium, depression، walking difficulty، أو كان في عنده cognitive disability. أي واحد من هذول تشكل عندنا عوامل خطورة والممرضة تسجلها. العوامل الخطورة هذه جدا مهمة لأنها مهمة عندنا بالنسبة للإحصائية، فهذه لازم تتسجل في السجل. نرجع لآخر شيء اللي هي الفايتال ساين، وأهم شيء عندنا اللي هي قياس البلد بريشر. تقيس الممرضة له البلد بريشر وهو جالس، وبعدين تطلب منه أنه يوقف تقريبا لمدة دقيقتين ثلاث دقائق، وبعدين تقيس له البلد بريشر. لو حصل فيه انخفاض في البلد بريشر مور ذان 20 اوفر 10، فمعنى كده انه عنده بوشرال هايبوتنشن، وهنا يصير في عنده مشكله قد يتعرض للسقوط لو لا سمح الله. يجي بعد كده اللي هي النيرس ايفالويشن. طبعا بعد ما عملت النيرس كل الايفالويشن اللي سبق حنا وحنا قلناها، تحطها على شكل نقاط بحيث انها تكون تسهل على الطبيب انه يعرف وش المشاكل 1 2 3 اللي البيشنت يعاني منها. بعد كذا تعطيه الابوينتمنت كارد وتعطيه البرايوريتي كارد، وبعد كذا تحوله للطبيب. كل المعلومات اللي احنا ذكرناها هذه لازم تسجل في السجل. في عندنا السجل اليومي، وفي عندنا السجل الدائم. حتى لو كانت المراكز اللي عندهم الملف الالكتروني، فلا بد ما يقدرون يستغنون عن السجلات الورقيه، لازم تتسجل فيها البيانات هذه في السجلين الدائم واليومي، لان الملف الالكتروني ما في طريقه لحد الان علشان يتم استخلاص الاحصائيه منها، فمهم جدا انه يكون موجوده هالبيانات هذه تسجل في الريكورد. هذه طبعا بطاقة الأولوية اللي حنا تكلمنا عنها البرايوريتي كارد، وهذه تعطى لمجموعة من المرضى، من ضمنهم كبار السن اللي أعمارهم 60 سنة وأكبر. وش ميزتها هذه بطاقة الأولوية؟ إنها تعطي تسهيلات كبيرة لكبير السن، فطبعا يكون له الأحقية بحيث ما ينتظر الفترة طويلة في الأماكن اللي تقدم خدمات، مثلا العيادة، المختبر، الأشعة، الصيدلية، تكون له الأولوية بحيث أنه تقدم له الخدمة بالأول. إذا راح للمستشفى له الأحقية أنه يكون معه أحد علشان يوديه للأماكن المختلفة في المستشفى. من وين يأخذونها بطاقة الأولوية هذه؟ هذه من مكاتب الأولوية في إدارة تجربة المريض، هذه موجودة بالمستشفيات. خلصنا الجزء الأول اللي هو بواسطة الممرضة، نجي الآن للجزء الثاني، الشق الثاني اللي هو عن طريق الطبيب. الطبيب لما يجي يدخل عليه البيشنت يكون يعمل ريفيو سريعة لكل الإيفالويشن اللي عملتها الممرضة، وبعدين ياخذ الكرنت كومبلين للإلدرلي، هو أصلاً ليش جاي للمركز، يعني مثلاً زي الحالة، وبعد كذا يعمل تقييم للأدوية. تقييم الأدوية جدا مهم عندنا بالنسبة لكبير السن، لأنه دائما يعني قلنا من المشاكل اللي يعانون منها كبار السن اللي هي multiple medication، تعدد الأدوية، فمهم جدا أنه ياخذ يعني more history عن المديكيشن. هل يعني مثل ما ذكرنا سابقا أنه يجيب الأدوية معه إذا كان
جاي هو بنفسه أو فيه أحد يعني جاي معه مرافق ويعرف الأدوية حقته، فنأخذ نسأله هل يستخدم أدويته بانتظام، عنده أدوية من خارج المركز، هل في عنده أدوية لها نفس الاسم العلمي والاسم التجاري trade والgeneric name، لأنه أحياناً يكون عنده نفس الدواء لكن باسمين مختلفة، على سبيل المثال بنادول وفيفادول، تلقونه ياخذ الاثنين وهو ما عارف انه اصلا نفس الاسم نفس الدواء عفوا بسبب تغير بس التريد نيم. نسال اذا كان فيه عنده اي ادويه يشتريها بدون وصفه اللي احنا نسميها الاو تي سي، اذا كان فيه اي اثار جانبيه للادويه، فهذه من الاشياء اللي نسال عنها بالنسبه للميديكيشن. بعد كذا الطبيب يعمل له فل فيزيكال اكزامينيشن وبعدين يطلب له الانفستيجيشن. في عندنا انفستيجيشن اساسيات يطلبها تطلب للكبير السن، السي بي سي اليوريا والالكترولايت، ليبيد بروفايل، الفاستنج بلاد شوجر، الليفر فانكشن تيست، الستول فور اوكيولات بلاد عشان نعمل لهم الفيت تيست، يورين اناليسيس. بعد كذا ممكن يطلب له فحوصات على حسب الحاله، اذا فيه في فحوصات يعمل له تشيست اكس راي اي سي جي كبيس لاين يكون موجود بالملف، لو احتاج ان احنا نطلب له تي اس اتش مثلا فيتامين بي 12، فهذه من الفحوصات. اذا كانت فيميلز بتوين ايج 60 اند 69 تحول للماموجرام، هذه من الاشياء اللي نطلبها للمسن. بعد كذا يعمل الطبيب evaluation للproblem اللي detected by nurse. فحنا قلنا عنده 1 2 3 4 بالنسبة للمشاكل اللي حنا تصاحب الشيخوخة، يعمل لها evaluation. إذا ما كان في عنده أي evaluation خلاص ينتقل للنقطة اللي بعدها. مثل ما ذكرنا احنا انه في عنده الـ يسوي له ايفالويشن وبعد كذا يطبق عليه الاسسمنت تولز. قلنا المشاكل الصحيه اللي تصاحب الشيخوخه في لها اسسمنت تولز. نبدا باول واحد اللي هو الدبريشن. في عندنا الدبريشن الجنرالايز جرياتريك دبريشن سكيلز، فهي عبارة عن 15 سؤال يسألها الطبيب للبيشنت. If he score 5 or more معنى كذا أنه الفحص عنده إيجابي وعنده depression. نجي للنقطة اللي بعدها اللي هي الفول assessment، فيشوف يعني بمجرد أصلا ما يدخله يشوف الجيت للبيشنت وإذا كان يستخدم أي walking gait، وبعدين في عندنا two tools يطبقها عليه اللي هي up and go test، وفي عندنا Rumberg test to assist the balance. ال up and go test هذه نطلب من المريض انه يكون جالس مرتاح، وبعدين احنا نحدد نقطة 3 متر ونطلب من المريض انه يوقف، وبمجرد ما يعني يوقف نبدأ نحسب له الوقت، ونطلب منه انه يروح للنقطة اللي هي عند 3 متر ويرجع للكرسي. إذا كان إنه يستخدم عصا يستخدم عصا، إذا كان إنه في عنده مشكلة ممكن نحن نمشي معه علشان لا يتعرض للصعود لحد ما يوصل للنقطة المحددة، وبعدين يرجع للكرسي ونكون حسبنا له الوقت اللي أخذه علشان يروح للنقطة اللي 3 متر ويرجع. المفروض إنها يعني مفروض إنها ما تقل عن 10 إلى 11 ثانية، لو كانت زادت عن 20 ثانية معنى كده إنه في عنده مشكلة في البالانس. الاختبار الثاني اللي هو الرمبر تيست، فحنا نسأل البيشنت انه يوقف ويحط رجلينه جنب بعض وبعدين يمد يدينه ويغمض عيونه، وحنا نكون واقفين جنبه. لو حسينا انه بدأ يفقد توازنه معنى كذا انه في عنده مشكلة بالبالانس، فيكون الاختبار تيست. بإذن الله بعد الجلسة هذه في عندنا مقاطع فيديو فتبين لكم كيف how to كيف نعطي يعني كيف نعمل الاسسمنت تولز. يجي بعد كذا اللي هي كيف نعمل الاسسمنت للكوجنيتيف فانكشن. ففي عندنا الميني كوج تيست، الجزء الاول منه هذا عملته الممرضه اللي هي لما تعطيه 3 اسئله و3 كلمات وتطلب منه انه يعيدها.
نعطي كل نعطي خمس نعطي ثلاث نقاط للكلمات الثلاثة. فإذا هو مثلا تذكر كلمتين يصير أخذ نقطتين، تذكر الثلاث الكلمات يصير أخذ ثلاث نقاط. وبعدين في عندنا الجزء الثاني اللي هي watch assessment. الwatch إن حنا نكون راسمين له أصلا دائرة، وبعدين نطلب منه إنه يحط الأرقام على الساعة هذه ونعطيه وقت علشان يحدده. مثلا نقول له 10:10 مثلا، فهو يحدد الوقت هذا علشان أنا أقيم الساعة هذه إنه تكون السبيس بين كل رقم ورقم تكون متناسبة، الأرقام وضعت بشكل صحيح والوقت وضع بشكل صحيح. مو مهم عندنا طول يعني عقارب الساعة القصير والطويل يعني وين يحطها، هذه من مهمة كثير. المهم إنه يكون في عندنا السبيسينج between the numbers وبعدين الأرقام والوقت، هذا اللي مهم عندنا. نعطي نقطتين للساعة، فمعنى كذا عندنا خمس نقاط، ثلاث نقاط للكلمات ونقطتين للساعة. إذا أخذها يكون أخذ خمس نقاط، فما في عنده مشكلة. إذا رسم الساعة بشكل غير صحيح خلاص he lose two points، فيكون ولكنه تذكر الكلمات إنها ثلاث كلمات فيكون أخذ ثلاثة. متى نقول إن عنده مشكلة؟ إذا هو يعني score two، إذا أخذ two points معنى كذا إنه في عنده مشكلة في الميموري. بعد كذا إذا كان الكبير السن عنده أي أمراض مزمنة نعمل له evaluation بالنسبة يعني is it control or not control. إذا لو كان diabetic hypertensive أو عنده high cholesterol ونسجلها بال يعني طبعا إذا كان هو يتابع معنا بالمركز نرجع للشارت ونشوف إذا كان هو well controlled or not. يجي بعد كذا نحط الدياجنوسيس ونحدد المشاكل اللي هو يعاني منها whether it is mental, social or physical. نجي بعد كذا نحط البلان اوف كير، وهذه جدا مهمة. فعندنا شقين في البلان اوف كير، عندنا الشق الدوائي وفي عندنا الشق الغير دوائي. الشق الدوائي إذا كان طبعا هو لو عنده أمراض مزمنة نعطيه الأدوية حقته، وإذا كان يحتاج اي other medication يعني مثلا supplement كالسيوم فيتامين دي فيتامين بي 12 الاشياء اللي هو يحتاجها. الشق الغير دوائي اللي هي نركز عليها اللي هي البروبر نيتريشن. في تغيرات تحصل لكبار السن نتيجه يعني في الاشياء تتعلق بالنيتريشن، فعندهم الميتابوليزم يقل، عندهم الاحساس بالعطش يقل، يصبحون لأنه نشاطهم يكون أقل فهم يكونون بور إنهم توجين الويت. فهذه النقاط يعني مهمة إن حنا نحطها يعني نحسبها بالحسبة. فحنا نعطيه إرشادات غذائية عن ال requirement بالنسبة ونركز عليها بالنسبة للكالسيوم بالنسبة للبروتين والrequirement الفيتامين دي أهمية التعرض للشمس. فهذه من الأشياء الأساسية نركز كثير عليهم على أهمية شرب الماء. إحنا قلنا لكم إنه عندهم مشكلة في الإحساس بالعطش، بنركز إنهم يشربون ماء بشكل مستمر حتى لو ما كان يشعر بالعطش. الفيزيكال بالنسبة بعد للنوتريشن، البعض منهم قد يعاني من مشكلة الأسنان فيكون عنده بعد مشكلة بالمضغ، واصلا كبير السن يقل عنده اللعاب فتزيد المشكله عنده. فمهم عندنا انه حتى الطعام كيف يقدم له، انه يكون طعام سوفت. فهذه من الاشياء اللي خاصه بتغذيه كبار السن. نيجي بعد كذا للفيزيكال اكتيفيتي وهي جدا مهمه بالنسبه لنا. يمارس اي نشاط بدني، يعني حتى لو الديلي اكتيفيتي في البيت، انه يروح للمسجد ويرجع من المسجد، انه يروح للسوبر ماركت ومثلا يرجع وهو شايل الاغراض، على حسب عمر المريض، على حسب اقصد عمر المسن. حتى لو كان يعني حتى لو كان هي طبعا هي تختلف على حسب عمر كبير السن، اذا كان في عنده استطاعه انه يمشي على الاقل 15 دقيقه الى 30 دقيقه ثلاث مرات بالاسبوع فهذا شيء جيد. حتى وهو جالس نقول له علشان يعني يقوي عضلات مثلا اليدين، نقول له حتى لو يرفع اثقال، الاثقال ليست باللي احنا يعني نعرفها، ولكن لو مثلا ياخذ قارورتين مويه صحه ويبدا يرفعها، فهذه بحد ذاتها ممكن انها تقوي عندنا العضلات، عضلات الاطراف العلويه.
أهمية طبعاً أنه يوقف التدخين لو كان مدخن، فهذه جداً من الأشياء المهمة نركز عليها. وبعدين يجي عندنا هو موضوع الهوم سيفتي، جداً جداً مهمة علشان موضوع السقوط، فنتأكد على موضوع الإضاءة أنها تكون، هل في مشاكل في الإضاءة، أسطح زلقة في البيت ممكن تعرضهم للسقوط، إذا كان في أثاث قابل للسقوط أو في أشياء تعترضه. الإنارة جدا مهمة، المداخل المنزل تكون جيدة، دورات المياه الوصول لها يكون بشكل يعني سهل ما يعرضه للسقوط. لو كان في عنده مشاكل في النظر يحتاج لها تصحيح علشان لا يتعرض أيضا للسقوط. أكثر مشاكل يعانون منها اللي هي الكتركت أو الجلوكوما. الأدوية لو كانوا يأخذون أدوية وممكن أنها تسبب لهم ديزنس فيكونون معرضين للسقوط. هذه من الأشياء اللي خاصة في الهوم سيفتي. وبعد كذا اللي هي الميديكيشن إديوكيشن، جدا مهمة حنا أن نثقف المريض على الأدوية. الكبار السن ممكن أنهم يأخذون أدوية زيادة نتيجة أنه يكون في عندهم مشكلة بالميموري، فممكن أنه يأخذ الأدوية أكثر من مرة، فيحتاج له مراقبة لصيقة بالنسبة للميديكيشن. يجي النقطة المهمة اللي بعدها اللي هي الفاكسينيشن، فيحتاج أن حنا نعطيه الفاكسينيشن، الفلو فاكسين أو النيموكوكا الفاكسين أو المنينجيوكوكا الفاكسين لو كان يحتاجه. أهمية طبعا الفاميلي والسايكولوجيكال سبورت فور ذا إلدرلي، يعني لا تخفى عليكم هذه النقطة جدا مهمة بالنسبة لهم، والمحافظة على دورهم الإيجابي في المجتمع، سبورت إن دائما نسمع لهم، نعطيهم فرصة يتكلمون، نستفيد من خبراتهم، نحسسهم بمكانتهم في المجتمع. فهذه من الأشياء اللي جدا مهمة بالنسبة لكبير السن، والحمد لله يعني إحنا في مجتمع مسلم يعني لا يخلو دائما من التوقير والاحترام والتقدير لكبير السن. بعد كذا اللي هي الريفيرال، فنعمل له ريفيرال للدنتال كلينيك. كثير من كبار السن يكون في عندهم مشاكل وهذه تؤثر على موضوع النوتريشن بالنسبة لهم، فنحوله للدنتال كلينيك تو بي اسيست. وبعد كذا لو يحتاج له مواعيد يعطى في العيادة، في عيادة الأسنان. وبعد كذا نحوله للمستشفى لو كان يحتاج لأي قسم ممكن ان احنا نحول له. نعطيه بعد كذا الفولو اب على حسب حاجة الكبير السن، هل يحتاج ان احنا نعطيه فولو اب ريجولاري خلال سنة واحدة إذا كان يعاني من أي مشاكل، أو أن احنا نشوفه كل سنة علشان نعيد الفحص الانيوال اكزامينيشن له سنويا. كل النقاط اللي ذكرناها لازم لها من الإعادة سنويا. هل هذا يكفي في البرنامج؟ لا طبعا، احنا نحتاج سبورت من الأذر أجنسي. فحنا رعاية كبار السن ما تتم فقط عن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية، وإنما نحتاج تعاون من الأذر أجنسيز، يعني سواء غفرمنتال أو نون غفرمنتال، اللي هي الطب المنزلي مثلا، مراكز التأهيل، الشؤون الاجتماعية، الجمعيات الخيرية. فهذه كلها يحتاج أنه يكون فيه تعاون علشان نعطي يعني نقدم خدمة متميزة بالنسبة لكبير السن. الشق الثاني اللي هو الـ education of the community about caring of the health of the older people، وهذه جدا مهمة إن حنا ننشر ثقافة رعاية المسنين وأهمية الكشف المبكر بالنسبة لهم، وهذه تتم داخل المركز وخارج المركز، عن إقاء المركز بشكل مستمر. يعني نعمل فعاليات في المركز على مشان نزيد ثقافة رعايتهم بالنسبة سواء تقدم الخدمة هذه الكبير السن أو للكير جيفر، أو خارج المركز إقامة فعاليات تفعيل اليوم العالمي لكبار السن وهكذا. طيب نجي الآن للنقطة اللي هي السجلات. السجلات يا جماعة الآن موجودة بالنسبة للناس، المراكز اللي لا زالوا يتعاملون بالسجل الورقي الآن موجودة وجاهزة في مطبعة الملك سلمان، وتقدرون تطلبونها جميع السجلات، وأنا في الجروب أرسلتها لكم بالكود، فممكن تطلبونها من المطبعة. هذه طبعا هذا السجل، سجل ملف الفحص الشامل اللي حنا كل اللي ذكرناه موجود في الملف، وهذا في الزيارة الأولى، وأيضا كل زيارة بشكل سنوي يتم تسجيل الزيارة في الملف اللي مثلها. هذه طبعا ملف المتابعة، متابعة صحة المسنين.
وهذا السجل اليومي اللي أنا ذكرته لكم، عندنا نوعين من السجل، السجل اليومي وفي عندنا السجل الدائم. مهم جدا تسجيل البيانات فيها، حتى مثل ما ذكرت إنه المراكز اللي عندهم مفعل الملف الإلكتروني ما يستغنون عن السجل الدائم، لأنه ما في طريقة علشان نستخلص الإحصائية من الملف الإلكتروني. فجدا مهمة إنكم أنتم تسجلون البيانات فيها، هذه السجل الدائم جدا مهمة. المشاكل الصحية هذه علشان الإحصائية طبعا، وعلشان هنا الإجراء المتخذ لو عملت إحالة تسجل هنا، لأنه الإحالة من البيانات اللي مطلوبة عند رفع الإحصائية. هذه طبعا نموذج لإحصائية المسنين، وهذه المؤشرات. في عندنا ثلاثة، في عندنا مؤشرات ربع سنوية، وفي عندنا مؤشرات سنوية، وفي عندنا الإحصائية. في عندنا المؤشرات الربع سنوية اللي هي المراكز المؤهلة لتطبيق البرنامج، وحنا we are aiming إنه بإذن الله الجميع يطبقون البرنامج. عندنا المؤشر الثاني اللي هو مؤشر التدريب، وبعدين مؤشر كبار السن اللي تم عمل فحص شامل لهم. المقصود في المؤشر هذا كم عدد كبار السن اللي انعمل لهم الفحص مقارنة بكبار السن اللي يراجعون بالمركز. هذه المؤشرات ربع سنوية. نجي للمؤشرات السنوية اللي كم عندنا من كبار السن تم عمل إحالة لهم، وكم عندنا من كبار السن اللي عندهم عوامل قدورة. وهذه جدا مهمة، أنا قلت لكم لازم تتسجل في السجل الدائم وفي السجل اليومي علشان لما نجي نعمل الإحصائية تكون جاهزة بالنسبة لنا. وبعدين الإحصائية، هذا النموذج سويناه بحيث إن شاء الله يسهل عملية تجميع البيانات. هذا الله يرضى عليكم نبي يكون يوصل لنا شهري. بالطريقة هذه إذا وصل لنا شهري يكون على نهاية العام يسهل لنا إن حنا الإحصائية تكون نجمعها ونرفعها للوزارة، وتكون أسهل بالنسبة لنا ولكم. فإذا أرسلتوها لنا بشكل شهري تكون سهلة لنا تجميعها. الجزء الأول فيها اللي هي عدد المراكز الصحية بالقطاع، مثلاً عندك قطاع مثلاً A فيكون عنده مثلاً 10 مراكز. أسماء المراكز الصحية المفعلة للبرنامج لعام 2020 للسنة هذه، فمثلاً كم عندك أنت في كل مركز تحط لي الأسماء اللي فعلت للعام هذا، مش المراكز اللي فعلت من العام الماضي. وبعدين عندنا المراكز الصحية اللي عندك في القطاع ما فعلت، فتسجلها هنا. فهذه مثل ما ذكرت لكم علشان المؤشرات نحسب المراكز اللي فعلت والمراكز اللي ما فعلت. نجي للجزء الثاني الإحصائية اللي هي عدد كبار السن المراجعين بالعيادة سابقا اللي راجعوا من الشهر الماضي وما قبل. هنا الجزء الثاني اللي هي عدد المراجعين بالعيادة لهذا الشهر، لأنها هي هذه شهرية، فهي مثلا لشهر جولاي كم عددهم اللي راجعوا، نحطها هنا. وبعدين اللي عندهم خطورة أو أمراض مزمنة كم عدد اللي حولناهم. فهذه جدا مهم النموذج هذا أنه ترسلوا لنا شهريا الله يرضى عليكم. هذه طبعا الإحصائية اللي احنا نطلبها منكم، أنكم تعطونا كل ثلاثة شهور ونجمعها، وعلى نهاية العام بإذن الله نرفعها كاملة. في عندنا الملاحظات على الإحصائية، فلاحظت أنه فيه بعض القطاعات في عندهم يبدو لي أنهم ما فهموا إيش المقصود، إيش المقصود بال معليش عن المسنين اللي محصورين في ملفات المركز. معليش بس لأني أنا في ناس قاعدة أدخلهم لحد الآن، تسمحوا لي. في عندنا هنا النقطة هذه اللي هي عدد المسنين المحصورين في ملفات المركز الصحي، وعندنا عدد المسجلين اللي هو ملفات جديدة وقديمة بعيادة المسنين المحصورين في ملفات المركز الصحي. يعني فلنفرض أن نقول أن عندنا 300 محصورين عندنا من اللي أعمارهم 60 سنة فما فوق. وش المقصود بعدد المسجلين
الملفات الجديدة والقديمة. المقصود فيها أنه من تم تسجيلهم، مثلا نعطيكم مثال هنا، فلنفرض أن عندنا مركز معين عنده عدد كبار السن 300 ملف، كم عدد المسجلين في عيادة كبار السن اللي تم تسجيلهم سابقا؟ المقصود فيها أنه جميع من تم تسجيلهم سابقا لحد آخر شهر، فمثلا إحنا ناخذهم لحد شهر مايو 2020، فيكون عندنا 180 ملف. إذا في فرق بين عدد المحصورين في المركز وبين اللي مسجلين في العيادة. طيب إيش المقصود بالنقطة هذه اللي هي عدد الملفات الجديدة؟ المقصود فيها للشهر هذا، يعني أنا في شهر جولاي كم فتحت ملف؟ اللي أنا لاحظته في البعض إنهم يرسلون لنا يكون العدد اللي هنا عدد المسجلين الملفات الجديدة والقديمة هو نفس العدد اللي هنا، يعني يجيب لي العدد مثلاً هنا 63 مثلاً ذكور مثلاً و 36 إناث، يروح يكتب لي هنا 99 المجموع. لا، مو هذا المقصود. إن المقصود إنه للشهر الحالي اللي أنا بأرفع الإحصائية في الشهر هذا، إنه كم عدد الملفات اللي أنا عملتها. فياليت يعني ياليت تنتبهوا للنقطة هذه، المنسقين الله يرضى عليكم، ياليت تنتبهوا للنقطة هذه وتبلغونها للمراكز. المنسقين بالنسبة يعني تبلغون المراكز رجاء بالنسبة للي ما حضروا معنا، فتكون النقطة هذه واضحة جدا عشان ما نضطر ان احنا نرجع الإحصائية ونقول لكم عدلوها وبعدين تاخذ وقت أطول. الله يعطيكم الصحة والعافية. إن شاء الله تكون بس الصورة، إن شاء الله تكون وضحت لكم. الآن أنا بفتح المايك علشان إذا كان فيه أي أحد عنده أي مداخلات، وحنا نبي نسمع من الدكتورة ميسون، تشرفنا اليوم بوجودها، فأنا حفتح المايك الآن وأسمع، وتتفضلون بمداخلاتكم أو أسئلتكم. المايك مفتوح الآن، تفضلوا. دكتورة ميسون. نعم، هلا، السلام عليكم. السلام، حياك الله دكتورة ميسون، شرفتينا اليوم في اجتماعنا. الله يسعدك. شكرا دكتورة منى، جزاك الله خير، شرح وافي للملف الفحص الشامل للزيارة الأولى وللمؤشرات. هل قبل ما أعلق، هل في عند أي أحد عنده سؤال عشان ما قاطعكم؟ في أحد عنده سؤال من المشاركين؟ طيب، يعني ما شاء الله الدكتورة شرحت شرح وافي، وسيناريو كان جميل تبع السيدة نورة، لأن يعطي نموذج حي للمناسب للوضع في المراكز. فيها قد تكون لاحظتوا يعني في مصطلحات خاصة برعاية كبار السن، زي ما تفضلت الدكتورة وقالت لكم كلمة القدرة الوظيفية. ما أدري هل أنتم عارفين عند يعني إيش الوظائف عند كبار السن وش اللي يعني فيها، يشرح حتى الدكتورة، بس أتمنى أنكم تكونوا انتبهتوا لها. الوظيفة عندنا لكبار السن اللي هي الوظائف العقلية والجسدية زي ما شرحت الدكتورة، بس أنا أبيكم لما نقول functional ability، هذا مصطلح خاص لكبار السن على أداهم العقلي والجسدي مدى نشاطه واستمراريته. وزي ما تفضلت الدكتورة وقالت لكم كمان الاستقلالية والحركة independency، كمان هذه مهمة. والكوجنيشن
الإدراك كمان هي أشياء من المصطلحات المهمة والخاصة في كبار السن. وكلمة راعي المسن كمان هذا مصطلح مهم وتجمع في الإحصائيات، شرحتها لكم ما شاء الله كاملة، بس أنا أحب يعني بس أركز هايلايت بس المصطلحات الخاصة بكبار السن. راعي المسن اللي هو الشخص اللي يرعاه في البيت، يتبع دواه ويتبع مواعيده ويتبع أكله ويتبع شربه. بعض المسنين قد يكون هو يرعى نفسه، هو يأكل ويشرب ويتحرك وذا، وبعضهم يكون محتاج من يتعب كما فصلت لكم الدكتورة. هذا ما لدي، وأنت ما شاء الله الدكتورة أشرحت يعني كل ما يتعلق بالإحصائية والمؤشرات والهذا. شكرا جزيلا دكتورة، أتمنى التوفيق للجميع. يعطيك العافية، وما نستغني دكتورة عن خبرتك في هالمجال وتوجيهاتك. الله يسلمك، ما عليكم دكتور، بارك الله. الآن المايك مفتوح عند الجميع، تفضلوا بأسئلتكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حسام معك، تفضل. حياك الله دكتور حسام. بالنسبة للإحصائية الشهرية، ده هو عدد كبار السن المراجعين بالعيادة سابقا مقصود بها الشهر الفات؟ نعم، الشهر اللي فات وما قبلها، لان احنا الان يمكن شفت يا دكتور النموذج اللي انا طالبه منكم ترسلونه لنا شهريا، هذا بيسهل جدا عملية تجميع الداتا. فالمقصود فيه سابقا لحد اخر شهر وليس داخله فيه الشهر الحالي، هذا المقصود فيه سابقا. يعني مثلاً إحنا بدأنا عيادة المسنين بقالنا 3 شهور، أجمع من 3 شهور في المركز، يعني العام الماضي ما كانت مفعلة. لا ما في. طيب يعني 3 شهور يعني من متى؟ من مارش مثلاً يعني. أيوة طيب، يكون عندنا القديم المقصود فيه مارش، أبريل، مي، وجون، هذا المقصود فيه اللي هي القديمة اللي 4. طب الآن حنا نبغى إحصائية جولاي، لا هذه حتكون هذا الجديد، المقصود الشهر هذا جولاي، هذه المقصود فيها الجديدة. ولو كنتوا مثلا مفعلينه من العام الماضي، فالمقصود فيه إنه من الإحصائية من ماي اللي هو من شهر 5 شهور في 2020، بالإضافة للقديمة، هذه كلها حنا تجمع مع بعض، ترسل مع بعض الأعداد. والشهر اللي هو مثلا الان حنا نطلبكم انكم تعطونا شهر جون، هذا يكون بالحاله، هذا المقصود فيها شهر جون. واضحه الصوره دكتور حسام؟ يعني مش قوي، بس انا يعني هيبقى العدد تراكمي على طول. ايوه، لان حنا لما نجي نحسبها على نهايه السنه دكتور حسام، علشان أنا يكون في عندي الداتا، عندي شهر جانيوري جاني كم شهر، وهكذا في شهر 1 كم جاني، في شهر 2، شهر 3، أحسبهم. هذا مؤشر أني أنا خلال سنة كاملة كم ملف أنا عملته، هل أنا وصلت للمستهدف ولا ما وصلت للمستهدف؟ يعني عشان حساب المستهدف. أيوة بالضبط، هو المؤشر، وفي النهاية حنا نبغى المؤشر، يعني حنا نبغى مؤشراتكم بإذن الله كلها بالأخضر. فأنا عندنا مستهدف، طبعا أنا حنا يعني لا يخفى عليكم يعني ظروف الجائحة، وحنا عارفين أنه فيه كبار السن ما كانوا الفترة اللي فاتت يمكن حضورهم للمراكز ما يكون بالشكل السابق، البعض قد تكون المراكز يعني كرمت وكانت توصل لهم الأدوية، أو أنه يكون الكير جيفر هو اللي يجي ويأخذ الأدوية من المسن علشان موضوع الجائحة. فهذا طبعا مأخوذ في الحسبان، وأنا حسبت المستهدف لكل قطاع وأرسلته كل منسق، حسبت كم المستهدف لنا اللي حنا we are aiming السنة هذه. لما أنا يكون في عندي مستهدف، أنا أكون أعرف كم المطلوب مني أني أنا أعمل السنة هذه. فحنا حطيناها للقطاعات السنة هذه، يعني حنا حاطين يعني بالحسبان موضوع انه قل العدد في السنة هذه. ان شاء الله تكون واضحة الصورة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور رائد معك دكتورة؟ أهلا وسهلا دكتور رائد. الله يعطيك العافية. الله يخليك. بس سؤال، أنا مثلا إذا الشهر هذا إجاني مجموعة من المسنين والشهر الثاني إجاني نفسه، يعني نفسه عم يتردد شهريا علي. لا ما أسجلهم، خلاص أنا سجلتهم أوريدي. طيب شكرا. يعني أنا إذا جاني الشهر هذا خلاص سجلته، لما يجيني الشهر اللي بعده خلاص ما أسجله لأنه أوريدي أنا دخلته في الإحصائية. تمام شكرا لك. هي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله دكتور طه. بالنسبة للمستهدف، المستهدف بالنسبة لعدد الزيارات ولا لعدد المراجعين؟ لا عدد المراجعين وليست الزيارات. عدد المراجع وليس عدد الزيارات. نعم نعم. يعني المراجع ممكن. أيوه أنا أرسلتها للمنسقين، كل قطاع كم المستهدف عنده؟ كم عندي أنا مطلوب من كل قطاع مستهدف عندي للسنة هذه 2020؟ زودت فيها المنسقين. جزاك الله خير. إياكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور عبد الله قطاع نفي. أهلا وسهلا. أسأل بالنسبة للمراجعين السابقين أول العدد التراكمي. أي. السنة لحال وهو مثلا كان عنده عدد مسجل فتحنا لهم ملفات في 2019. لا أنا اللي يهمنا اللي هم. التراكم يشمل السنوي ولا لكل السنين الفاتت؟ لا انتوا لما ترسلون لي يعني انا المطلوب ان احنا نعرف خلال سنه. يمكن دكتور لو تتذكر المؤشرات اللي قلنا انه كم عدد المسنين اللي انعمل لهم فحص خلال العام هذا. فانا عام واحد فقط. لا بس بالاضافه الى احنا في الاحصائيه الاكسل شيت انه احنا نبغى حتى اللي قبل، يعني لو يكون عندي 2019 2018 يكونون كلهم مشمولين لحد اخر زياره قبل الشهر اللي انا. يعني انت لما ترسل لي شهر انا احسبه انا بنفسي، انت والقطاعات انت لما يجيك من المراكز الاحصائيه حيكون هو اعطاك كم عندك الشهر هذا، صح صحيح؟ وكم عندك وبالاول كم كان عندك سواء من الشهر اللي فات من ماي من احصائيه ماي وما قبل، انا يكون عندي انت لما ترسلها لي يكون عندي حقه الشهريه، فانا على نهايه العام انا اجمعها الشهريه، يعني انا عندي 30 قطاع اجمع ال 30 من يعني يكون في عندي من 30 قطاع اعرف كم اللي انعمل لهم خلال السنه انا اجمعها. واضحه؟ السلام عليكم دكتوره. وعليكم السلام. السلام عليكم دكتور احمد شوقي الفقاره. بسأل حضرتك عن التطعيمات المطلوبه بي سي في سيفين وانفلونزا. الهيموكوكا الفاكسين، النيموكوكا الفاكسين، نيموكوكا الفاكسين والإنفلونزا فاكسين، ولو كانوا بيروحون لو كان يعني هم رايحين مثلاً العمرة أو حج المننجيوكوكا نعطيها كل خمس سنوات. منينجيوكوكا ثلاث تطعيمات. أيوة التطعيمات جداً مهمة بالنسبة لكبار السن مرة، طبعاً الفلو فاكسين سنوياً. شكراً جزيلاً. معك مالك ممرض الفقارة. حياك الله. لو سمحتي ممكن تعطينا فكرة عن ترتيب الملف حق المريض، لأن في ملفين الفحص الشامل والفحص الدوري كلها تكون مع بعض ولا اشترقتها؟ اي كلها الان طبعا التوجه الان علشان هذا بالنسبه اللي عندهم الملفات لا زالت ورقيه. زمان كان يعني وش اللي يحصل انهم يحطون مثلا في عياده كبار السن تظل الملفات عندهم، الامراض المزمنه تلقونها في عياده الامراض المزمنه، والبيبي في عيادة الطفل السليم وهكذا. لأن الآن الملفات لازم تجمع في ملف واحد تكون في الاستقبال بحيث لما يجيني البيشنت يكون عندي الملف متكامل، ما يكون له ملف مثلا هو أمراض مزمنة ويكون له أصلا ملف ثاني وأنا ما أدري إيش نعمل له في عيادة كبار السن، فلازم كلها تجمع مع بعض في ملف واحد. الآن الأبواك اللي موجود المطبوعات اللي موجودة في مطبعة الملك سلمان عبارة عن أبواك، فهي تأخذ النماذج والكودات موجودة وأنا أرسلتها للمنسقين، فهي موجودة بالأرقام مثلاً يكون في عندك 18 صفحة أبواك هي حتيجي، فهذه يكون بسهولة إنها تخرم وتنحط في الملف.
الملف السنوي، الملف الزيارة الأولى أو الملف اللي بعد كذا الانيوال السنوي ما يفرق كثير ترى عن الزيارة الأولى. اللهم البيانات الأساسية اللي هي البيرسونال داتا والسوشيال هيستوري، ولا البقية هي نفسها تقريبا، فما تفرق هذا عن هذا، يعني هي فقط في الجزء الأول الاختلاف. ولكن جميعها الله يرضى عليكم، يعني حتى حنا في الزيارات الإشرافية اللي عملناها العام الماضي بلغنا القطاعات والمراكز اللي حنا نزلنا لها أنه كل النماذج تجمع في ملف واحد بالنسبة للبيشنت. شكرا يا دكتورة، حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسأل دكتورة معلومات أكثر عن الحفر الإلكتروني. ما أسمع دكتورة، ممكن تعيدين السؤال؟ معلومات أكثر لو سمحتي عن الملف الإلكتروني. الملف الإلكتروني إحنا لما شفناه نفسه موجودة، نفس الداتا كلها موجودة. المشكلة كانت فيه اللي هي الإحصائية، فقط استخلاص الإحصائية، ولذلك أنا ذكرت أنه لابد من وجود السجلات الورقية عندكم، لأنه ما في طريقة لحد الآن لاستخلاص الإحصائية من الملف الإلكتروني. اللي مو موجود في الملف الإلكتروني اللي فيها شاشة العظام فقط، هذه مين موجود، لكن الجميع الداتا موجودة في الملف الإلكتروني. تدخل بالملف الإلكتروني ولا لازم يكون عندنا ملفات ورقية؟ لا لا، إذا كنتوا أنتوا في المركز أنتوا ملف إلكتروني ولا إلكتروني؟ الإلكتروني لا، موجودة عندكم خلاص، الداتا كلها موجودة، لكن اللي أنتوا يكون موجود عندكم السجلات اللي أنا ذكرتها، السجل الدائم والسجل اليومي، هذه لازم تسجل فيها، لأنه ما في ما تقدرين، يعني أنت حترجعين للملف الإلكتروني بعد كذا لما نبغى الإحصائية الشهرية، حترجعين تراجعين مريض لا، لكن إذا سجلتيها عندك في السجل الورقي الدائم واليومي يكون بسهولة أنكم تعملون الإحصائية الشهرية. نفس الكلام ينطبق على حشاشة العظام. إن شاء الله. الله يعافيك. حياكم الله. في أي سؤال يا جماعة؟ في أي أسئلة ثانية؟ أرجع وأقول الله يجزاكم خير، الإحصائية اللي عنده أي استفسار حتى يكلمني، يتصل علي اتصال، يعني ما يكون حتى عن طريق الجروب، يتصل علشان أنا أشرح له، أي أحد عنده أي استفسار عن الإحصائية يتصل علي وأنا أشرح له إياها، إذا كانت الصورة غير واضحة، بس إن شاء الله أنها تكون وضحت. المنسقين الله يجزاكم خير تبلغون المراكز عن كيفية عمل الإحصائية بشكل صحيح. غضوب مقوي، غضوب للمعدة. إذا تكرمتم. عليكم السلام. الحاضرين لا تبدلون المايك عشان ما يسبب لنا إزعاج. تكرمونا يعطيك العافية. الله يعافيك. بخصوص النماذج، هل الآن متوفرة في كل المراكز أو تطلب من مصطعد الملك سلمان حسب كلامك؟ على حسب المراكز، إذا متوفرة عندهم سابقاً أوكي، إذا ما متوفرة فهي جاهزة في المطلع. هل في نسخة منها على الإكسل شيت مثلاً أو تكون جاهزة للإدخال؟ أيوة، في نماذج إلكترونية أنا أرسلتها لكم في الجروب سابقاً، لكن هذا يحتاج تصورون طبعاً، لكن الحمد لله الآن يعني ما قصروا، المطبعة جهزت لنا المطبوعات وكلها جاهزة، حتى السجلات، السجل الدائم، السجل اليومي كلها جاهزة بالمطبعة، فأنتوا بس تشوفوا كم المطلوب عندكم، تسوون لها أمر، يعني تسوون ترفعون طلب للمطبعة ويتم الصرف. تمام، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محمد يا ما انقطع الجوال، حياك الله. لو سمحت دكتورة، انا بتكلم عن موضوع التحاليل اللي بتتعمل، و اذا كان المركز ما فيه مثلا مختبر او ما فيه والفاسيلتي دي، فهل لازم تعمل يعني، كيف الطريقة؟ طبعا بالنسبة للفحوصات، في فحوصات اساسية لازم تنعمل لهم، فاذا ما في مختبر
تطلبون تعملون الريكوست وبعدين ترسلونه للمستشفى يسويها. وعلشان انتم ما تفقدون الريزلت اطلبوا من البيشنت نفسه انه يرجع الريزلت معه يجيبها لما يجي. يعني تقولون له خلوهم يعطونكم من المستشفى علشان ما تطول المده او انه ممكن انها تفقد نتيجه الفحوصات. شكرا لك فارس. وما تطلبوا ديك تسلب ديالكم السلام عليكم. عليكم السلام. دكتورة منى في رقم للتواصل؟ اي موجود عند المنسقين تقدرون تاخذونه. في أي سؤال؟ في أي سؤال للدكتورة ميسون؟ يا جماعة الله يرضى عليكم فتح المايك دباق عليه إن شاء الله زي ما هي. طيب يا جماعة ناخذ بريك لمدة 5 دقائق وبعدين نرجع مرة ثانية إن شاء الله الساعة 11 وربع بإذن الله. اللي ما سجل حضور يسجل في الشات وفضلاً فضلاً لا تطلعون لا تطلعون من البرنامج. زندك ما فيه تنبيه الله يرضى عليكم لا تطلعون من البرنامج خلوه مفتوح ترجعون إن شاء الله الساعة 11 وربع بإذن الله.